من المواقع المحلية، عدن الغد البسط على منزل رئيس سابق لجنوب اليمن. من يمن مونيتور، الحوثيون يطالبون تجار صنعاء بسداد ضرائب 40 سنة ماضية. وفي أخبارنا المنوعة، وزير خارجية أمريكا يطالب إيران بفتح شوارعها أمامه. أهلا بكم. في البداية كانوا يبسطون على الأراضي بحجة أن ملكيتها تعود لأبناء مناطق بعيدة عن عدن، وحين أكملوا المهمة عادوا لينهبوا بعضهم، بل وصل الحال إلى البسط على منزل من كان يوما رئيسا وعنون موقع عدن الغد، البسط على منزل الرئيس علي ناصر محمد في التواهي. وعلمت صحيفة عدن الغد أن منزل الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد تعرض للبسط مؤخرا على يد متنفذين، ويقع المنزل بحي التواهي ويملكه الرجل منذ عقود. وأكد مصدر مقرب من ناصر أن الباسط كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة قبل الوحدة. وبحسب المصادر، فقد قام متنفذ بالبسط على منزل الرئيس الجنوبي علي ناصر محمد بمديرية التواهي في عدن مستعينا بقوة أمنية. وأوضحت المصادر أن المتنفذ بسط على المنزل مستعينا بالقوات الأمنية المنتشرة في عدن، ومستغلا غياب الأجهزة الأمنية والقضائية بالمدينة. مشاهد البؤس البالغة التي سببتها الحرب في اليمن كثيرة، لا تضاهيها مشاهد أخرى في العالم. مدنيون أجسادهم تحولت إلى أشلاء في ظرف دقائق، وآخرون أحرقوا أحياء جراء ضربات طيران التحالف السعودي الإماراتي، كما أن القذائف العشوائية لميليشيا الحوثي فعلت الكثير بين القتل والإصابة. يقول موقع قناة بلقيس ويضيف: من لقوا حتفهم في هذه الحرب أيضا كثير، ومن استطاع النجاة من محارقها إما واجه التشرد والجوع أو تعرض للإعاقة المتوسطة أو الدائمة. أحمد قائد من ذوي الاحتياجات الخاصة قال لموقع قناة بلقيس: الحرب المدمرة فاقمت من حياة البؤس للمعاقين وبشكل لا يحتمل، فنحن نعيش أزمة إنسانية مضاعفة عن بقية الفئات الأخرى، إنها حياة القيامة. أحمد يبلغ من العمر 20 عاما، ويعد نموذجا لمئات الآلاف من الأشخاص الذين تعرضوا للإعاقة، وهو الناجي الوحيد من بين أفراد أسرته الأربعة الذين تعرض منزلهم بتعز لقذيفة حوثية قبل عامين. أدت الحرب إلى حرمان فئة المعاقين من كل سبل المساعدة، وتكالبت عليهم حياة الحرب والإعاقة في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الجرحى بشكل كبير. رئيس فرع صندوق المعاقين لتعز مختار فرحان في تصريح لقناة بلقيس يقول: إن ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة محرومون من الرعاية الصحية والخدمية بشكل شبه كلي، وهناك ما يقرب من 3000 حالة من المعاقين في المحافظة قطعت أو قطعت عنهم خدمات صرف الأدوية منذ عام 2011. من يوميات القهر اليمني، تحت هذا العنوان كتبت بشرى المقطري مقالها المنشور في صحيفة العرب الجديد: على امتداد الجغرافيا اليمنية تجري حرب الانتهاكات اليومية بحق اليمنيين، إذ يعامل المواطن اليمني باعتباره مجرماً محتملاً أو مواطناً مشبوهاً لأسباب لا تتعلق بتعديه على القوانين، وإنما بأنه مواطن منتزع الحقوق من سلطات الحرب وبالتالي مشروع للتنكيل. كسلطة ميليشاوية تحتل جماعة الحوثي قائمة الأطراف المنتهكة في اليمن، ويتجلى ذلك في كيفية إدارتها حياة المواطنين، ففي مقابل تسخير ثروات الدولة لصالحها حرمت غالبية المواطنين في المناطق الخاضعة لها من فرص العيش الكريم، فقد أدت سياستها السياسية والاقتصادية إلى سحق طبقات المجتمع وإفقارها، سواء بحرمان موظفي الدولة من رواتبهم للعام الثالث على التوالي، أو تجيير المساعدات الإنسانية لصالح أنصارها، فضلاً عن استمرار تضييق حرية التنقل على المواطنين القادمين من خارج مناطقها. برزت المجاميع النسوية المسلحة التابعة لميليشيات الحوثي الزينبيات كياناً ميليشاوياً مستقلاً في بداية الحرب، وإن خضع لجهاز الأمن الوقائي التابع للجماعة إذا انحصرت وظيفتها الرئيسية في حشد القطاع النسائي التابع لجماعة الحوثي في المظاهرات، فقد تحولت وظيفتها في مرحلة لاحقة إلى التجسس على النساء في المناسبات الاجتماعية وتزويد ميليشيات الحوثي بمعلومات أمنية عن هويات الأسر وانتماءاتها السياسية وتموضعها الجغرافي.
السلطة الشرعية فشلت في تقديم نفسها كسلطة وطنية ممثلة لمصالح عموم اليمنيين، بما في ذلك تذليل صعوبات الحياة أمامهم، فإنها وظفت أجهزتها المتنوعة لخدمة الموالين لها، كما أسهمت إدارتها الفاشلة للمناطق الخاضعة لها في تنمية ميليشيات محلية سواء خارج سلطتها أو تحت غطائها، إذ كرست هذه القوى أدواتها لقهر المواطنين إما من خلال المسلحين التابعين لها أو توظيف الجهات الضبطية لإرهاب المواطنين، وتمظهر ذلك في ظاهرة البسط على الأراضي وممتلكات المواطنين بالقوة في المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية. كشفت مصادر مطلعة عن ضغوطات كبيرة تمارسها قيادات حوثية عليا على شركة الغاز بمحافظة إب للحد من عملية بيع الغاز ب2000 ريال والذي يصل للمواطنين مرة واحدة في الشهر، وعنون موقع الصحوة نت: قيادات حوثية تمارس ضغوطا على شركة الغاز لوقف البيع بالسعر الرسمي للمتاجرة به بالسوق السوداء. وبحسب المصادر فإن قيادات حوثية عليا تسعى لإفشال إيصال اسطوانة غاز واحدة للمواطن كل شهر، وتحاول منع ذلك عبر اعتداءات طالت مندوبي الشركة في أكثر من مديرية من قيادات حوثية أو عناصر مسلحة تابعة لها. وأكدت المصادر بأن القيادات الحوثية تتلاعب بالكميات المخصصة للمواطنين وتتعمد التدخل لصالح رغباتها بغية حرمان المواطن وإجباره على الشراء من السوق السوداء. وفي مذكرة رفعتها شركة الغاز إلى سلطات الميليشيا الحوثية أعلنت فيها إيقاف العمل في الشركة اليمنية للغاز فرع إب بعد اعتداء متنفذين حوثيين على موظفيها في عدة مديريات. وتشكو شركة الغاز من تدخل قيادات حوثية في عملية توزيع مادة الغاز في محافظة إب الخاضعة لسلطات الحوثيين وعرقلة عمليات التوزيع لصالح السوق السوداء التابعة لكثير من تلك القيادات. دشنت جماعة الحوثي مرحلة جديدة من فرض الإيتاوات وجباية الأموال على القطاع التجاري في مناطق سيطرتها عبر آلية توثيق جديدة لبيانات الشركة والمؤسسات الخاصة. وكشفت مصادر ليمن مونيتور أن الميليشيا جمعت جميع الوثائق الخاصة بالتجار وسجلاتهم في عملية حصر شامل لما دفع وما لم يدفع منذ عام 1980 في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. وكشف علي عامر أحد العاملين في محلات تجارية خاصة ببيع آلات الطباعة ليمن مونيتور في صنعاء قيام جماعة الحوثي بشراء 150 آلة طابعة عملاقة خاصة بالأرشفة والتوثيق من جميع الحملات الإلكترونية في صنعاء. وقال عامر: بسبب الإقبال المتزايد من قبل جماعة الحوثي على شراء الطابعات للاستخدام في مجال الأرشفة والتوثيق قفزت أسعارها إلى مستويات قياسية وصلت إلى الضعف لأن سوق الطابعات تحرك بعد أن كان راكدا. في المقابل قال عضو في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إنه تم حصر إلى حد الآن ما يقارب 12 مليون و700 وثيقة خاصة بالتجار والقطاع التجاري منذ عام 1980، وهذا الحصر سيكشف عن التجار المتهربين من جميع الاستحقاقات والامتيازات التي حصل عليها التجار الموالين لعلي صالح وملاحقتهم لدفع مبالغ مالية كبيرة. وأضاف عضو الغرفة التجارية الذي فضل عدم الكشف عن هويته: إيرادات الضرائب التي تجنيها جماعة الحوثي اليوم أكثر من أي وقت مضى، فالإيرادات الضريبية وصلت إلى 600 مليار ريال يمني من جميع محافظات الجمهورية. الدماء التي تغرق المراكب وتحرق السفن. تحت هذا العنوان كتب أحمد عثمان مقاله المنشور في الصحوة نت مضيفا في أجزاء من المقال: خلال 60 ساعة تقريبا تمت أكثر من عملية اغتيال موزعة بين الضالع وعدن وحضرموت. التتابع والتوقيت وتوزيعها على مدن مختلفة يعطي صورة واضحة للجريمة المنظمة التي تملك إمكانيات عالية وانتشارا واسعا. كان النصيب الأوفر في هذه الدفعة لأفراد ينتمون إلى التجمع اليمني للإصلاح في الضالع وحضرموت ومواطنين لم يعرفوا انتماءهم في عدن. دفعة اغتيالات بعد هدوء دام أشهراً انقطع فيه مسلسل الاغتيالات المرعبة التي تمت في عدن تحديداً واستهدفت خطباء وأئمة مساجد بالغالب. إن الدماء لا تضيع والقتلة لن يمروا والقاتل يقتل ولو بعد حين، ودماء المظلومين كفيلة بإغراق المراكب وإحراق كل السفن.
ولقد علمتنا الأيام الدوارة وسنن العدالة أن درب الشهداء ودماء المظلومين طريق سريع للنصر وتحقيق العدالة، وهي نهاية طريق مسدودة للقتلة. هذا الدرب يفتحه القتلة وتختمه العدالة بختمها الخاص الذي تتدخل في تشكيله كل العوامل والسنن، بما فيها الأيام التي تنقلب غاضبة فهي لا تعطي الأمان لأحدا، بل من طبيعتها الغدر العادل بالظلمة، وقلب الطاولات رأسا على عقب، ونسف المعطيات بما لا يحسب له حساب. بالغالب يأتي خارج الحسابات الدقيقة وبعيدا عن الحسبة والترتيب البشري الذي يعجز عن تأمين أحد مهما ظن وبلغ في سلم القوة والهيلمان والبطش. الاغتيالات العبثية دليل على ضعف وإفلاس وإنذار بقرب انهيار القاتل واستسلامه بالكيفية التي تناسب الجريمة وسجل المجرم. إنها سنن لا تقبل التبديل، والدماء التي تبدأ بقطرة في رصيف تنتهي بأمواج تغرق المراكب وتحرق السفن، لتبدأ دورة جديدة من حركة الإنسان المتأرجحة التي لا تخلو من انتفاخ الظلم زهواً، إذاناً بانفجاره من القواعد وانتصار العدالة بسيف الأيام المعلق على دائرة الأسباب ودولاب التداول. تدور على الحياة والأحياء بتناوب غريب وتناسق مدهش لا يلاحظه القتلة وهم يرتكبون جرمهم. جدل بين وزيري خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فالأول يقول إنه لابد أن يتمكن من السفر إلى إيران والتنقل بحرية في شوارع طهران كما يفعل الإيراني عندما يزور واشنطن. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه مستعد للذهاب إلى طهران إذا لزم الأمر والظهور على التلفزيون الإيراني من أجل أن تكون لديه فرصة لمخاطبة الإيرانيين، وأشار إلى أن نظيره الإيراني محمد جواد ظريف يأتي إلى نيويورك ويتنقل بالسيارة في أروع مدينة في الولايات المتحدة ويتحدث إلى وسائل الإعلام، يتحدث إلى الرأي العام الأمريكي، ويمكنه بث الدعاية الإيرانية على الموجات الأمريكية. وعلق الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع على تصريح بومبيو قائلا: يمكن لمراسلتنا مرضية هاشمي أن تتوجه إلى أمريكا وتجري مقابلة معه، ورأى أن حوار ظريف مع وسائل إعلام أمريكية مهمة، أرغم بومبيو على طلب إجراء محادثات مع وسائل إعلام إيرانية، وتابع: لن نتهرب من سماع الرأي الآخر. ما فعله الأمريكيون بمراسلينا وتصرفاتهم مع الصحفيين الإيرانيين هناك هو نوع من عدم الاحترام لوسائل الإعلام والحوار. أصبح الحصول على أسطوانة غاز للمنازل مهمة صعبة في اليمن، وانتشرت أسطوانات تالفة بالملايين فأصبحت مصدرا للموت، وتتكرر الحوادث القاتلة وسط مطالب بمحاكمة مسؤولي شركة الغاز. الدي دبليو عربية تتناول مأساة أخرى يعيشها اليمنيون وتعنون: اسطوانات الغاز المنزلية التالفة تنافس الحرب في خطف أرواح اليمنيين. يقول علي سراج الذي نقلت أسرة أحد أبنائه بالكامل إلى أحد مستشفيات صنعاء بين وفيات وإصابات بالغة في واحدة من أحدث المآسي الناتجة عن اسطوانات الغاز المنزلي التالفة المنتشرة في المنازل اليمنية. صباح 22 من يوليو قامت زوجة ابني تشعل التنور فانفجر كأنه صاروخ واشتعل البيت كاملا. ويشرح سراج الذي تحدث للدي دبليو عربية: الغاز تسرب من الاسطوانة رغم أنها كانت مغلقة بإحكام، وبمجرد محاولة زوجة ابنه إشعال التنور انفجرت بالمنزل وأصيب كل من فيه واحترق كل الأثاث بما في ذلك النوافذ والأبواب. مأساة أسرة سراج في محافظة حجة اليمنية لم تكن سوى واحدة من أحدث حوادث انفجار اسطوانات الغاز المنزلي التي تكررت في أكثر من منطقة يمنية في الشهور الأخيرة بشكل لافت، وجعلت أعدادا من اليمنيين بين متوفين أو مصابين بحروق كبيرة. شيخوخة اللاعب الأوروبي. تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله في صحيفة الشرق الأوسط التي يرأس تحريرها، وقال في أجزاء من مقاله: تشبه اللعبة الدولية كرة القدم، حظوظك فيها مرهونة باللياقة والفتوة والبراعة والصبر والتماسك وحسن توزيع الأدوار بين أعضاء الفريق. وفي كرة القدم الفتوة مفتاح، لذلك تتقلص فرص اللاعب الأوروبي ليس في تسجيل نقاط جديدة فحسب، بل في الحفاظ على المكاسب السابقة. الديمقراطية لا تحب الرجال الأقوياء، وسائل التواصل الاجتماعي تعري المتسابقين من الهالة إذا وجدت، تستدرجهم إلى ملعب الفضائح والثارات والمهاترات
انتهت تلك المرحلة التي كانت الأحداث الكبرى تنجب فيها رجالاً استثنائيين. لن تعثر فرنسا على شارل دي غول آخر. تستعد أنجلا ميركل للمغادرة من دون أن تكون ألمانيا موعودة بمستشار برتبة قائد. بريطانيا مصابة بالمرض نفسه. بوريس جونسون نفسه يعرف القصة. لا يكفي أن تجلس في مكتب ويستون تشرشل لتصبح تشرشل. هذا زمن أوروبي عادي جدا يصلح لرجال عاديين أو أقل، وإن كانوا أكثر خطورة. هذا زمن الزعماء الذين يولدون في عيادة تويتر وفيسبوك وسائر وسائل التواصل. كانت أوروبا تواصل بهدوء أحلامها وخلافاتها حين كانت الصين تنهض من نومها الطويل. وفي السنوات الأخيرة وجدت أوروبا نفسها أمام ثلاثة لاعبين مقلقين: رئيس أمريكي يدير شؤون بلاده والعالم عبر تويتر ويطالب القارة القديمة بدفع ثمن الاستمرار في حمايتها ومضاعفة ميزانية الدفاع لديها، ورئيس روسي لا يرى حرجا في ضم القرم وزعزعة استقرار أوكرانيا لمعاقبة الأطلس على الاقتراب من روسيا إلى حد تطويقها، ورئيس صيني يطلق هجوم الحزام والطريق منعشا طرق الحرير وحلم العصر الصيني. في هذه الأثناء كان وجه الاتحاد الأوروبي يتجعد. أطل اليمين المتطرف في أكثر من مكان. بدت أوروبا أشبه بمجموعة جزر أو قوارب تستعد للسير في اتجاهات مختلفة. وصول بوريس جونسون رسالة في هذا الاتجاه. لقد شاخ اللاعب الأوروبي، والشيخوخة عقاب وموعد مع الغروب والتفكك. تقول صحيفة الشرق الأوسط إن علماء حفريات فرنسيون عثروا على عظمة فخذ ديناصور عملاق هذا الأسبوع في موقع تنقيب بجنوب غربي فرنسا ينبش فيه منذ عام 2010 عن رفاة بعض أكبر الحيوانات التي عاشت على وجه الأرض. ويعتقد أن عظمة الفخذ التي يصل طولها إلى مترين وعثر عليها في موقع أونجاك شارونت تنتمي لأحد الديناصورات آكلة العشب ذات الأعناق والذيول الطويلة التي كانت منتشرة في العصر الجوراسي المتأخر قبل أكثر من 140 مليون سنة. رونان ألان عالم حفريات في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس قال لوكالة رويترز للأنباء: هذا اكتشاف كبير أدهشتني على نحو خاص حالة حفظ العظمة. هذه الحيوانات كان وزنها يتراوح بين 40 إلى 50 طن. وأضاف أن العلماء في الموقع القريب من مدينة كونياك عثروا على أكثر من 7500 حفورة تعود لما يربو على 40 من مختلف الكائنات منذ عام 2010، وذلك في أحد أكبر الاكتشافات من هذا النوع في أوروبا على الإطلاق. فاز فتى بريطاني بمبلغ يزيد عن المليون دولار، ولكن كيف؟ الجواب ببساطة من موقع عربي 21، حيث حصل على المركز الثاني في بطولة العالم مع زميله باللعبة في نهايات بطولة العالم بلعبة فورتنايت الإلكترونية. هذه اللعبة الإلكترونية تحظى بشعبية كبيرة على الإنترنت، إذ يصل عدد مستخدميها إلى 250 مليون شخص في مختلف أرجاء العالم، ويصل إجمالي الجوائز المقدمة في البطولة إلى 30 مليون دولار، ما يجعلها الأكبر في الألعاب الإلكترونية. أضاف الموقع: البريطاني جادن أشمان سيتقاسم مبلغ 2.25 مليون دولار مع زميله الهولندي ديف جونغ على مدار 10 أسابيع من المنافسة على الإنترنت. حاول أكثر من 40 مليون لاعب التأهل، لكن 100 فقط هم الذين حصلوا على فرصة للتنافس والفوز بجائزة 3 ملايين دولار. وسيحصل جميع المتسابقين النهائيين على مبلغ 50 ألف دولار على الأقل، وسيصبح الفائزان في المركز الثالث والرابع من أصحاب الملايين. لعبة فورتنايت هي الأكثر شعبية في العالم، تقوم على مشاركة 100 لاعب يوضعون على جزيرة حيث يتعين عليهم العثور على الأسلحة وبناء الصروح والقضاء على بعضهم البعض حتى يتربع لاعب واحد على القمة. مؤلف كتاب صعود الدولة الإسلامية باتريك كوبيرن كتب مقالا تحت عنوان بوريس جونسون أكثر خطورة من ترامب، وقد أعادت الغد نشره. كان خطاب ترامب أكثر عدوانية وتخويفا من أي شيء قاله جونسون، ولكن يمكن أن يتبين أن الأخير أكثر خطورة. والسبب هو أن لدى ترامب مع كل قصفه وسخافاته مسحة من الواقعية والحذر، وهو لم يذهب حتى الآن إلى الحرب مع أي أحد. ومن السهل عليه أن يزعم بأنه جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، لأن الولايات المتحدة كانت مسبقا أقوى دولة في العالم حتى مع أن هذه القوة شرعت في الانحسار.
أما جونسون فإن أمامه إذا ما أصبح رئيسا للوزراء طريقا أكثر وعورة، لأن قوة بريطانيا في العالم أصبحت منذ وقت طويل أضعف مما يدرك الناس في بريطانيا نفسها وأعضاء حزب المحافظين بشكل خاص، وسوف تجعلها مواجهة الدول 27 في الاتحاد الأوروبي أضعف بكثير. وسيكون التحالف البديل الوحيد هو الاعتماد بشكل أكبر على الولايات المتحدة في وقت تصبح فيه سياستها أكثر مراوغة وتمركزا حول الذات. ويشكل تحالف بريطانيا مع الولايات المتحدة في مواجهة إيران، بينما تحاول في الوقت نفسه ألا تتعرض للاستهداف باعتبارها وكيلا للولايات المتحدة، إشارة مبكرة على الطريق الخطير الذي ينتظرها في الأمام. لا شك في أن ترامب يقوم بتقسيم أمريكا، لكن أمريكا كانت دائما مقسمة حول العرق وإرث العبودية، وتشكل انقسامات الحرب الأهلية قبل 160 عاما جوهر الانقسامات السياسية الأمريكية اليوم. وفي بريطانيا كان الاستقطاب السياسي الناجم عن البريكسيت أحدث بكثير، لكنه يصبح أعمق وأبعد عن اليقين، وينطوي في نهاية اليوم على قفزة خطيرة جدا إلى الظلام. لطالما اهتمت الفنانة كاترين روديجيس التي تتخذ من برلين مقرا لها بالبيولوجيا البشرية وفي جمع كتب علمية قديمة مصورة، لذلك عندما طلبت منها جامعة العلوم والتكنولوجيا إنشاء أجزاء من الجسم مصنوعة من خرائط قفزت لتنتهز هذه الفرصة. لكن الجزء الأصعب من المشروع كما وجدت كاترين هو تحديد الخرائط في عصر الهواتف الذكية، فلم يعد أحد يستخدم خرائط المدن الورقية بعد الآن، هكذا تقول صحيفة الجارديان في شرحها لهذه الصور التي سنعرضها عليكم. نتابع. ولرسام الكاريكاتير وجهة نظرهم في قراءة الأحداث واتخاذ المواقف منها، مجموعة من رسوم الكاريكاتير نستعرضها في جولتنا التالية. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.